اللهم تقبل منا تلاوة القرآن اللهم تقبل منا تلاوة القرآن في شهر رمضان اللهم تقبل أعمالنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل قيامنا اللهم تقبل ركوعنا اللهم تقبل سجودنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا جبار يا عزيز يا غفار ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم لا تبطلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم لا تسلط علينا اللهم لك الحمد وأنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك الحق والجنة حق والنار حق والساعة حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا اللهم أنت المقدم وأنت المؤخر لا اللهم لك الحمد حتى ترضانا يا ربنا ويا خالقنا ويا مالكنا ويا رازقنا ويا سيدنا اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك نسعى ونحمد ونرجو رحمتك ونخشى وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك يا مجيب الدعوات يا سميع الدعاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم إنك أنت قولك الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنين
المؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم ومزقهم وفرق جمعهم وفرق بنيانهم ودمر ديارهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم أخذهم اللهم خذهم كما أخذت عادا وثمود اللهم اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انصر إخواننا المسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الجهاد والمجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان اللهم انصرهم واحفظهم اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم اللهم أنزل السكينة في قلوبهم اللهم أنزل السكينة عليهم وأذابهم فتحا قريبا اللهم انصرهم نصرا مؤزرا وافتح لهم فتحا مبينا اللهم انصر إخواننا المغلوبين في شام اللهم انصر إخواننا المغلوبين في كشمير وفي عراق وفي أفغانستان وفي فلسطين وفي كل مكان اللهم انصرهم واحفظهم اللهم ثبت قلوبهم اللهم ثبت قلوبهم اللهم انجي إخواننا المسجونين اللهم انصر إخواننا المسجونين اللهم أخرجهم سالمين غانمين فاتحين يا رب العالمين يا رب المستضعفين يا رب المجاهدين يا رب المسلمين يا رب المؤمنين اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء وأنت الغني ونحن الفقراء نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواتنا على الناس يا رب العالمين يا أرحم الراحمين ارحمنا على أهوالنا ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا يا أجود الأجودين يا أكرم الأكرمين يا ذا المن والعطاء يا منان يا حنان يا رب السماوات والأرض يا رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل اللهم من أرادنا وأراد جهادنا وأراد مراكزنا وأراد مساجدنا وأراد أمرائنا وأراد مشايخنا وأراد أساتذتنا وأراد علمائنا وأشغله بنفسه ومد كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا رب العالمين اللهم نور قلوبنا من القرآن اللهم نور صدورنا من القرآن اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اشف صدورنا بالقرآن اللهم اشف صدورنا
هذه الليلة الشريفة اللهم آتِ رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب ذرياتنا ورقاب إخواننا ورقاب علمائنا ورقاب مشايخنا ورقاب أساتذتنا ورقاب أبنائنا من النار اللهم أعطِ رقابنا من النار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار ارحمنا ارحمنا بالقرآن العظيم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم أعطِ رقابنا من النار اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك من الكلى نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا تواب يا الله يا غفار يا الله يا رحمن يا الله يا العزيز الجبار المتكبر سبحان